والعضلة اللي هناخدها أول واحدة اسمها Orbicularis Oculi، العضلة المدورة الحلوة دي بتاعت الماوس Orbicularis Oculi. طيب ده النيرف سبلاي بتاعها واخدة من الباكال نيرف، باكال برانش بتاع الفيشال نيرف، وزي ما انتم شايفين في الصورة هو ده الايه الاكشن بتاعها. الاكشن بتاعها انها بتعمل approximation and compress اللبس بتاعتك، وهو الاكشن بتاع الايه الكيس. تمام، يجي العيان اللي عنده مشكلة يقول لك انا ما بعرفش ابوس بنتي، ما بعرفش ابوس اي حد، لان جزء ناحية بتبقى شغالة وناحية التانية فلات، خلاص، فما بيقدرش يعمل الاكشن ده. فاسمها فالاكشن بتاعها approximate and compress your lips، كأن الايه الاكشن of kissing. نيجي بقى على العضلة اللي هي زيجوماتيك ماينور، اللي هي خلي بالنا من هنا شايف اهيت العلاقة السهم دي، وخلي بالنا ان جاية من زاوية هنا زاوية فوق، خلاص، وانسرتت فين على في اللبس هنا، فمن زاوية ما جابهاش مش جاية من ايه من بره. فزيجوماتيك ماينور اللي انتوا شايفينها دي ده هنا اهيت، وادي هنا زيجوماتيك ميجور اهي واخده في الانجل بتاع الماوس، عشان كده كل واحده لها اكشن مختلف. ده الاكشن بتاع الايه زيجوماتيك ماينور. هنقول النيرف سبلاي بتاعها هو الباكال ايه برانش من الفيشال نيرف، وزي ما انتوا شايفين عمل ايه رفع بروترود الايه الاوفر ليب من زاويه بالمنظر ده، خد الايه زي ما احنا كنا شايفينها ماشيه كده، فشدت كده فرفعت الايه بروترود الايه الاوفر ليب. الزيجوماتيك ميجور اهيت زي ما احنا قلنا قبل كده، واخده من الايه الانجل بتاع الماوس اهو، لكن دي كانت واخده منين؟ من زاويه من فوق من اللبس، عشان هي كانت عملت الاكشن اللي فات. الزيجوماتيك ميجور اللي هي اول النيرف سبلاي بتاعها برضه البقل، المنطقه دي كلها يعني معظمها واخده منين؟ من البقل ايه النيرف. طيب لما انتم شايفين الابتسامه الحلوه اللي انتم شايفينها ديت، فهي بتعمل ايه؟ بتشد الانجلز بتاعت الماوس كده، تشد الانجل بتاعت الماوس ايه؟ upward ولاترال وورد، فبايه الشوينج التيث كان هو الايه الاكشن بتاع الايه السمايل، عشان في عندنا عضله تانية هتعرف ان هي بتشد الزاويه كده، بس دي مش فيها شو التيث، ده عضله تانية. لما الاكشن ده بالظبط يبقى موجود ده اسمه ايه المسؤول عن الاكشن ده، هو زيجوماتيك ايه ميجور، وهو الاكشن بتاع السمايلنج الابتسامه اللي بس الابتسامه هي الابتسامه اللي السنانك او السنان بتبان فيها، لان بترفع بتاخد اللاترال انجل بتاع الماوس ابورد ولاترال، فاسنان بت ايه بتبان، خلاص. وعشان كده نفرق ما بين السمايلنج ديت اللي هي فيها شوينج التيث، وواحده ثانيه سمايلنج ثاني في عضله ثانيه هناخدها دلوقتي. عندنا العضله اللي بعد كده ليفيتور، بتعمل الاليفيشن انجولاي اوريس، اللي هي نفس الفكره اللي هي في الوضع ده ليفيتور انجولاي اوريس فوق شويه اهيت. النيرف سبلاي بتاعها الباكال برانش اوفيشال نيرف، الاكشن بتاعها ليفت الاي بوردر بتاع الليب اون وان سايد وذاوت ريزنج اللاترال انجل اوف ذا ماوس، زي ايه سنيرنج، تمام، ترفع الايه الانجل البوردر ايه اب. مش كل الناس بتعمل الايه تقدر تعمل الاكشن ده فوق. على فكره كل العضلات ديت معظمها تقدر تعملها، وفي بعض الحاجات ما تعرفش ايه تعملها على نفسك. العضله اللي بعد كده اللي هي اسمها ايه الريزورس، اللي هي هتبقى ايه باللون الاخضر زي ما انتم شايفين ده، هي باللون الاخضر وانسرتد فين؟ في الزاويه بتاعت الانجل اوف ماوس بالظبط. لما ايه اللي هيحصل الاكشن بتاعها؟ هتشد دي كده وهتشد دي كده، والريزورس ديت هي بتعمل برضه سمايلنج، تمام، ولكن مفيش شون للتيث، بتاخد البوردر الانجل ايه اوتسايد زي ما انتم شايفين كده. فالنيرف سبلاي بتاعها المانديبولار اند الباكال برانش بتاع الفيشال نيرف، وزي ما انتم شايفين الاكشن بتاعها السمايلنج اللي هي الايه اللي انت ما بتعملش فيها الشونج كتير، او عاده لما بتيجي تضحك ضحكه صفراء لاي حد بيكون هو ده الاكشن بتاع الايه الريزورس. ابروكسيميت ليبس توجذر ودرو الكورنر بتاعه الماوس بتاعك لاترال وورد، يعني السمايل وذاوت شوينج الايه وذاوت شوينج التيث. باكسينيتور ماسلز، باكسينيتور ماسلز هنا المسل بتاعت التشيك، تمام، وهذا الاكشن بتاعها بالظبط، بياخد الايه التشيك اجينست الايه اجينست التيث، لان في عندنا خطا، الخطا انه يقول لك عشان تشغل الباكسينيتور يقول لك انفخ الماوس، لكن عشان لا تشغل العضله صح وتاكد ان العضله شغاله صح تطلب من العيان يعمل نفس الاكشن ده
الاكشن ده هو اللي بياخد العضلات بتاعت التشيك دي اجينست التيث. طيب لما العيان يكون عنده مشكله في العضله الناحيه دي يجي يعمل لك ايه؟ لان خلي بالنا يجي العيان يقول لك شكوى معينه. خلي بالنا مش كل العضلات دي ممكن تتاثر، لان قلنا النيرف فايبرز كتير ممكن تلاقي الضغط كله على المنطقه اللي فوق والمنطقه ديت ممكن تكون شغاله وهكذا، مش كله لازم يكون ويك، ده على حسب الايه الانجري. هيجي العيان يشتكي لك بقى يقول لك انا الاكل بيتجمع ما بين سناني وما بين اللي بقي من الجنب ده، الحته دي العضله دي مش قادره تضغط، لان لما بتضغط بتتحرك الاكل على الايه من ناحيه للناحيه الثانيه، تحركه على اللسان. لما يحصل فيه ويكنس الاكل بيتجمع بينها بين التشيك هنا وبين السنان. خلي بالنا من الايه من الشكوى دي. طيب فقلنا النيرفوس سبلاي بتاعها الايه الباكال برانش، واسم باكسينيتور باكال عشان تبقى ايه حافظ الايه حافظ النيرف سبلاي بتاعها خلاص. فهي زي ما انتم شايفين في الصوره ابروكسيميت الليبس اند كومبريس يور تشيك. هو كاتب ايه ما بين الاقواس بلوينج اللي هو بتنفخ، ولكن مش هي دي الاكشن. الاكشن بتاعها المفروض يعني تقولش عن انفخ بالونه انفخ كذا، لا المين اكشن بتاعها، في بعض الناس يقول لك انفخ، بس المين اكشن بتاعها او الاصل في الوظيفه بتاعتها ان تاخد التشيك اجينست التيث خلاص، كومبريس التشيك اجينست اللي هي التيث. عندنا العضله اللي هي ديبريسور انجولاي اورس، اورس يعني ماوس، انجولاي يعني الانجل تمام بتاع الماوس، وديبريسور بناخدها بتاخدها ليه لتحت. طيب فين العضله ديت؟ اهي ديبريسور انجولاي، وادام انجولاي يبقى في انجل وفي انجل، يبقى عندنا اثنين، هما الاثنين دول بياخدوا اللي ايه الليبس والانجل ايه داون كده. شفت الزاويه دي بتاخد الليب الانجل ايه ناحيه ايه، هي نفس السمايل دي واخد الانجل داون. مش كل الناس برضو تعرف تعمل ايه الاكشن ده تمام. فديبريسور انجولاي واحده انجل خدت الانجل بتاع الماوس ده داون، والانجل ده بتاع الماوس داون، مش كان ايه مش هوريزونتال كده، لا خد الانجل داون والانجل داون، فهو ده الاكشن بتاعها. النيرف سبلاي بتاعها المانديبولار اند باكال برانش والفيشال نيرف، وزي ما انتم شايفين في الصوره بتاخد الكورنر بتاع الماوس داونورد سترونجلي خلاص، زي الصوره اللي انتم شايفينها دي. العضله اللي هي ديبريسور لباي انفيرولي، ديبريسور لباي انفيرولي من اسمها ديبريسور بتعمل ديبريشن، لباي ليب انفيرولز خلاص. زي ما انتم شايفين بتاخد الليبس اللي هي ديت تاخد الناحيه داونورد، والنيرف سبلاي بتاعها اللي هو الباكال برانش الفيشن نيرف، والاكشن زي ما انتم شايفين بروترود اللي ايه اللور ليب. طيب عارفين الناس اللي بتتكلم فرنش تمام، الناس اللي بتتكلم فرنش هو بيطلع بيعملوا بروترود للايه اللور ليب تحت ديت، يقول لك مسيو مسيو، زاد هو اللي بيتكلم فرنش تلاقي العضله دي شغاله ايه شغاله معاه اكتر. فالاكشن بتاع ديبريسور ليباي انفيريورز اللي هي بتعمل بروترود، تاخد الليب بتاعتك تعمله بروترود اوتور اند داون. العضله اللي بعد كده اللي هي اسمها المينتاليس، وادي المينتاليس زي ما انتم شايفين اهي، واحده اهي وواحده اهي. طيب الاكشن بتاعها زي ما انتم شايفين على الصوره، رفعت الايه التب بتاع الشين ده اب، فعملت ايه المنطقه دي، لان هي المنطقه دي، فدي العضله هنا اسمها المينتاليس بترفع التب بتاع الشين اب. النيرف سبلاي بتاعها بيكون مانديبولار اند باكال برانش من الفيشال نيرف تمام، وزي ما قلنا الاكشن بتاعها درو التب اوف ذا تشين ابورد. هناخد العضله اسمها بلاتيزما، وبلاتيزما ديت عضله زي ما انتم شايفين كده ماشيه اهي ونازله تحت، كلها دي بلاتيزما طالعة على السكين، دي كلها بلاتيزما نبص عليها كده. طيب انا زي ما قلت لكم انا مش هسال في الاورجن والانسرشن، انا يهمني الاكشن النيرف سبلاي والاكشن بتاعت العضلات دي. النيرف سبلاي بتاعها ما هي نازله كده، يبقى هتاخد منين؟ من السيرفيكال ايه برانش اوف فيشال نيرف. طيب الاكشن بتاعها درو الكورنر بتاع الماوس لان طالع من المنطقه هنا داونورد سترونجلي، واكشن العضله ديت يعني اكشن العضله ديت تستخدم لما بيجي الرجاله تحلق دقنها لازم تعمل فيها تنشن عشان تعرف تحلق الايه دقن من تحت الايه من تحت التشن على السكن هنا بتاعها خلاص. فالاكشن بتاعها بتاخد الايه الكورنر بتاع الماوس ايه داونورد سترونجلي، او بتعمل تنشن للسكن هنا
تمام؟ علشان تقدر تحلق المنطقة دي. خلاص؟ زي ما انتم شايفين اهوت، ادي الصورة عادي مش باين فيها، والعضلة ريلاكس اهيت. الصورة التانية بدأ يشتغل، ادي البوردر بتاعت اللي ايه؟ العضلة زي ما ماشيين اهيت، هي العضلة ديت، ده بودر بتاعها، دي كلها العضلة نازلة بلاتيزما، منها شدة من هنا فبتاخد اللي ايه؟ اللبس ايه؟ داون. زي ما انتم شايفين الأسهم هنا دي. دي العضلة اسمها بلاتيزما. النيرف سبلاي بتاعها ليه؟ سيرفيكال برانش أو سيرفيكال برانش أو في فيشيال نيرف. دي صورة بقى لكل اللي ايه الاكشن اللي عندنا، تمام؟ ده سمايل، تمام؟ بيشغل كذا، بس على فكرة كل اكشن ليه كذا عضلة مع بعض، يعني ده السمايل، شو تيس. على فكرة في شوية حاجات بلاش تبص للكلام اللي هنا عشان ما تبقاش فيه لخبطة، لأن الصور دي جاية من مصدر تاني، بس عشان تشو التيس احنا قلنا ايه؟ زي جوماتيك ايه؟ ميجور، خلاص؟ عشان ان المنطقة ديت تم شو التيس، ده العضلة اسمها ايه؟ ريزوس، اللي هي الضحكة زي دي او تحكي الصفرة عموما، دي ان هي البكوريلاس اوريس اللي هي الكيسنج، وده بياخد الانجل بتاعت اللي الماوس داون. يعني صورة احنا قلنا الاكشنز ده بكده في صور واضحة، فانا بس جبتها يعني حاجة زي ايه؟ زي تجميعة. زي ما انتم شايفين كده اهو البلاتيزما شغالة هنا، تمام؟ زي ما انتم شايفين هنا اللي هو النزال سيئت عشان اللي نوز تريل، وهكذا.